في أخبار الجامعة، أقدم صباح اليوم المئات من طلبة جامعة أحمد درارية بأدرار على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الجامعة بعد وفاة زميل لهم عقب سقوطه من الطابق الثاني بالإقامة الجامعية الجديدة الفان سرير طريق المطار. المحتجون اتهموا المقاول المكلف بإنجاز الإقامة بالغش في الإنجاز، سيما وأن الأخيرة سلمت هذه السنة، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما وصفوه تجاوزات بالإقامة الجامعية. جميع السلطات المعنية، وكذلك أناشد وأطالب بحضور لجنة تحقيقية وزارية إلى ولاية أدرار، خاصة إلى الإقامة الجامعية الفين سرير طريق المطار. نعزي أهل الطالب صماني عبد الله، ونعزي أنفسنا، ونعزي جميع أقاربه وأحبابه على هذه الفاجعة الأليمة. بداية أنا أختصر كلامي في نقطتين واضحتين نطالب بها الجميع. أولا، إفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية أدرار لتقوم بالتحقيق في جميع في جودة وبناء هياكل البيداغوجية منها الجامعية، وكذلك بالأخص الاجتماعية الإقامات، وأركز على الفين سرير طريق بلد في الإسعافات الأولية، وعلى إثرها نقل المعني إلى المصلحة. وأما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، فقد قامت الإقامة الجامعية بالاتصال مع مديرية التجهيز برفع كافة التحفظات التي كانت موجودة والتي سبق وأن رفعت لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.